نروح لأول فقراتنا يلي ما بتخلى من الدعم الإنساني، ولكن هالمرة بتحمل خبر مفرح لكل السوريين وبيحمل الأمل لكل مرضى السرطان في سوريا، حيث بدأت سوريا بتدريس اختصاص جامعي جديد وهو العلاج الشعاعي. صحيح رشا، أكثر من 30 طالب وطالبة باشروا دوام الفصل الجامعي الأول في كلية العلوم الصحية اختصاص العلاج والتشخيص العلاجي. هذا الاختصاص يلي أحدث بقرار من مجلس وزارة التعليم العالي، ويعد إحداث تخصص العلاج والتشخيص الشعاعي واحدا من أهم إنجازات الخطة الوطنية للتحكم بالسرطان عام 2021، والتي تهدف بشكل عام إلى رفع مستوى التحكم بالسرطان في سوريا، وهو بإشراف السيدة أسماء الأسد. لنحكي أكثر عن هذا التخصص ونتعرف على أهمية هي الخطوة. أكيد بيسعدنا نرحب بالدكتور سامر محسن، وهو نائب عميد كلية العلوم الصحية في جامعة دمشق. يسعد صباحك دكتور، وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، صباح الخير. يا هلا، يسعد صباحك. أهلا وسهلا، مبروك الخطوة ويعطيكم ألف عافية. الله يبارك فيكم، مبروك للمجتمع السوري بشكل عام، لأنه إن شاء الله رح ينعكس إيجابا علينا جميعا. أكيد أي خطوة حتكون إيجابية على الكل، يعني حتى لو كانت اليوم بتخص مرضى السرطان، ولكن كل حدا فينا عنده بعائلته، رفقاته، أخواته، يعني أكيد بهم الكل. يعني دكتور، خلينا نحكي عن هذا الاختصاص اليوم بشكل عام وكيف عم يتم تدريسه. اختصاص التشخيص والعلاج الشعاعي صراحة هو اختصاص ذو شقين، شق تشخيصي هن الأشخاص اللي بيشتغلوا بنسميها بالراديوغرافي، يعني إجراء الصور الشعاعية بتقنياتها المتنوعة اللي حاليا صارت حديثة جدا، واختصاص العلاج الشعاعي هن الأشخاص الذين يقومون بتقديم جرعات العلاج الشعاعي، بتصميم برامج العلاج الشعاعي وتحديد الجرعة وإيصال هذه الجرعة لجسم المريض بالطريقة الأمثل للقضاء على السرطان، هذا المكون التشريحي النسيجي اللي كلنا ما منحبه ولا بدنا إياه يكون لا بأجسامنا ولا بأجسام حدا عزيز علينا. فالمعالج الشعاعي هو اللي بيمارس دوره بتطبيق العلاج الشعاعي على الشخص. هو اختصاص جامعي يسمى اختصاص مساعد الطبي أو رديف للطب أو ضمن العلوم الصحية مثلا، تم افتتاحه حديثا بالجمهورية العربية السورية، كان سابقا ما هو موجود، بعض الأشخاص من اختصاصات أخرى عم يمارسوا هذا الاختصاص بالخبرة حاليا. إن شاء الله رح يكون عندنا الخريجين المؤهلين لممارسة هذا الاختصاص بالشكل الصحيح وبأحدث التقنيات العلمية. دكتور، فينا نقول هذا هو التخصص معناته جديد في سوريا، يعني قبل الطلاب ابدا ولا باي كليه من الكليات او بالمعاهد الصحيه كانوا عم يمارسوا هذا التخصص او عم يدرسوا؟ هلا التصوير الشعاعي كان يدرس بالمعهد التقني الطبي، ويمكن حتى الان عم يدرس بالمعاهد المتوسطه، ولكن التطور العلمي المتسارع، تطوير التقنيات العلميه، خلتنا نحتاج لمؤهلين على علم ودرايه بمستوى جامعي، بمستوى اجازه جامعيه، حتى يواكبوا هالتطورات والتقنيات الحديثه. اللي بده يجري صوره شعاعيه ما عاد يكفي انه يتعلم يشتغل على الجهاز، هو مان اوبريتر، هو شخص ذو راي، بيعرف كيف يسلط الأشعة على المكان المناسب تيحصل على المقطع المناسب، إلا ما يكون أي حدا فينا مثلا عانى من تجربة أنه أجرى صورة أرجعها لطبيب قال له ما منيحة بدك تعيدها. هلا الخريج لازم يكون عنده العلم الكافي تيعرف كيف ياخذ المقطع ويعطينا الصورة المناسبة. فالتشخيص يمكن كان موجود بالمعاهد ولا زال موجود، ولكن نحن بحاجة للإجازة الجامعية. أما العلاج الشعاعي حقيقة باستثناء الطبيب اختصاصي المعالج الشعاعي اللي مجال عمله مختلف، ما عندنا نحن مجازين بالعلاج الشعاعي، فهو اختصاص جديد بالكامل إن شاء الله بجامعاتنا السورية. إن شاء الله دكتور، خلينا هيك نتوسع أكثر، نحكي عن مجال المعالجة ضمن هذا الاختصاص، شو حيشمل بالضبط؟ تمام، نركز على المعالج الشعاعي لأنه هو الجديد وهو اللي عم يعطينا الأمل أساسا، وهو ثمرة جهد ونشاط اللجنة الوطنية للتحكم بالسرطان، اللي هي لجنة تتمتع بالعلمية والجدية العالية بالعمل بمجال السرطان، وعم نشوف إنجازاتها يوم بعد يوم.
فإذا بدنا نتكلم عن العلاج الشعاعي من هذا المنظور، بنشوف إنه نحن هلا عنا أهداف كبيرة للجنة الوطنية للتحكم بالسرطان، هي تأمين خدمة علاج السرطان بشكل عام وبشكل سريع وفعال على الأراضي الجمهورية العربية السورية من خلال افتتاح مراكز علاج الأورام. علاج الأورام قد يكون جراحي مثلا، استئصال الورام، قد يكون خلوي، معاكسة الخلايا المنقسمة بآليات خلوية، قد يكون كيماوي، قتل الخلايا الورمية بالعلاج الكيماوي اللي كنا بنعرفه، أو يكون شعاعي باستهداف الورم بالأشعة. هذا العلاج الشعاعي يحتاج إلى أجهزة تسمى المسرع الخطي، سابقاً كانت تسمى الكوبالت، أو يمكن استخدام النظائر المشعة. هاي الأجهزة بحاجة إلى تقنيات عالية مبنية على أسس علمية للتعامل معها. رح يكون عندنا فريق متكامل للعمل بالخطة، من تشخيص المريض إلى تقديم العلاج إلى متابعته بعد العلاج. المعالج الشعاعي هو الشخص اللي بيلعب دور كبير بالعمل مع المريض ومع الجهاز الذي يقدم العلاج الشعاعي كالمسرع الخطي، ومع الأجهزة المرتبطة فيه اللي بتأمن مثلاً تصميم الجرعة، مكان تسليط الجرعة، تقسيم الجرعات، شو الوضعية اللي لازم يأخذها المريض أثناء أخذ الجرعة. هاي التفاصيل كلياتها ما في عنا متخصص آخر يقوم بتقديمها لا المريض غير المعالج الشعاعي، وهي اللي بتخلي العلاج هادف ومفيد. في إحصائية بسيطة بتقول أنه مثلاً كل مليون مواطن بالمجتمع اللي بده يكون أساسه الصحي مثلاً متين بحاجة إلى مسرع خطي واحد. بعض الدول المتقدمة تقول لأ كل 400,000 شخص بدهم مسرع خطي. إحنا بسوريا حالياً عندنا مسرعين أو ثلاثة، واللجنة الوطنية عم تعمل خلال العام لاستخدام 4 أو 5 أجهزة من أحدث الأجهزة، أو يمكن 2 أو 3 لأنه مو مسؤوليتي التصريع عن الرقم، ولكن رح يزداد عنا العدد. هذا العدد بيخلق عنا تحدي إنه الكوادر التي يجب أن تعمل على هذه الأجهزة من ستكون؟ بالتالي نحن هون صار العمل بشكل مترادف ومتوازي للجنة الوطنية بتحكم السرطان، أني مثل ما أنا عم أسس البنى التحتية أنا لازم جهز الكوادر، فاشتغلنا بالتوازي مع بعض إن شاء الله تجهيز المراكز مع تأهيل الكوادر بكلية العلوم الصحية لتحقيق الهدف النهائي اللي هو علاج السرطان أو القضاء على السرطان، أو أنه نريح المجتمع السوري شوي من عبء هذا المرض. جهود مباركة دكتور، أكيد خطوة جبارة، وخصوصا نحن عم نحكي بعد 10 سنوات من الحرب لنقدر نحن نمشي خطوات ضمن مرض للأسف كان عم يفتك وما زال عم يفتك كثير من الأشخاص. خلينا نحكي هيك أكثر ونتعرف عن التجهيزات اللي كانت اليوم نحن عم نفتتح مثل ما بيقولوا اختصاص الجديد، أكيد اختصاص حساس. التجهيزات اللي كانت أيمت هو بده بسنة معينة تخصص، ولا من أول سنة بيفوت الطالب بتخصص فيه؟ خلينا نخبر هيك شوية معلومات. هلا صراحة خلال الصيف الماضي تم التحضير للبرنامج بشكل كافي من خلال لجنة متخصصة في كلية العلوم الصحية وجامعة دمشق، وبالاستناد إلى كوادر وخبرات من خارج الجامعة، وتم مناقشة جميع هاي الخطط والتفاصيل كمان مع اللجنة الوطنية للتحكم بالسرطان يلي هي كمان لجنة متخصصة. الاختصاص ما هو موجود بكل تفاصيله على الأراضي العربية السورية، فكتير فكرنا هل بنفتحه إجازة جامعية ولا ماجستير تأهيل ولا ماجستير بكلية أخرى، وكان الرأي أنه لما نحن بنعطي الاختصاص لطالب جامعي بعد البكالوريا رح يصير هويته، ونحن بحاجة لناس هويتهم تشخيص شعاعي وعلاج شعاعي، فتم اختيار برنامج الأكاديمية اللي هو الإجازة الجامعية، واللي هو يعتبر أكبر برنامج متوطن بالجامعات. نحن هويتنا كل واحد شو دارس، يمكن هويتنا الأكاديمية طبعا. فتم اتخاذ قرار انه يكون اجازه جامعيه. طالما اجازه جامعيه يعني صار عندنا مفاضله، يعني صار عندنا 8 فصول دراسيه او 10 فصول حسب الجامعه كيف رح تكون، صار عندنا مواد اساسيه ومواد تخصصيه والى ما هنالك. تم اتخاذ القرار وافتتح الاختصاص. نحن بحاجه لاختصاصين مرتبطين، هن تشخيص وعلاج شعاعي، مشتركين بنسبه كبيره، بالتالي تم ايجاد جزء مشترك. السنه الاولى والثانيه الطلاب بيدرسوا كل المقررات الاساسيه وكل المقررات العلميه التخصصيه الطبيه والشعاعيه. بعدين بالسنة الثالثة إن شاء الله بيتم توزيعهم إلى فئتين، فئة تختص بالتشخيص الشعاعي في السنة الثالثة والرابعة، وفئة تختص بالعلاج الشعاعي بالسنة الثالثة والرابعة، وبالتالي بيتخرج عنا نوعين من المجازين، مجاز في التشخيص الشعاعي أو ما يسمى التصوير الطبي، ومجاز في العلاج الشعاعي إن شاء الله. وبنهدف أكيد لاحقاً لرفد البرنامج ببرامج ماجستير أكاديمي ودكتوراه، منشان نحصل على المتخصصين اللي هن بيكونوا أصحاب رأي يقومون بالأبحاث العلمية ومدرسين بالجامعة نفسها إن شاء الله. طبعاً. طب دكتور، بعد ما يخلص الطالب من السنوات الدراسية حيروح فوراً لمباشرة العمل أو حيكون تحت إشراف طبي؟
هلا حقيقة الحاجة ماسية، نحن عم نقول ضمن السيستم أو التيم اللي نحن عم نحكي عنه يلي هو علاج السرطان في حلقة مفقودة، الآن الزملاء من غير اختصاصات يقومون بسد هذه الثغرة، ولكن نحن بحاجة لسدها بشكل علمي وتخصصي. السؤال كتير حلو لأنه نحن بكلية العلوم الصحية مندرس كتير من الاختصاصات، تقريبا 6 اختصاصات وطموحنا تصير 10 تقريبا، هي العلوم الطبية المساعدة أو التأهيل أو الصحية. بهي الموضوع نحن منأكد على فكرة العمل الطبي بالوقت الراهن هو عمل فريق متكامل، علاج السرطان ليس هو علاج شخص واحد، هو علاج فريق متكامل، هذا الفريق له قائد وله عناصر متساوية بالقيمة والأهمية. قد يكون قائد فريق علاج السرطان هو طبيب الأورام نفسه أو الطبيب الاختصاصي اللي الورم باختصاصه، مثلا جراحة عامة أو أذنية أو كبد أو أي اختصاص تاني مثلا. قد يكون المعالج الشعاعي لأنه هي الزمرة من الأورام الأساس فيها علاج الشعاعي اللي هو طبيب اختصاصي المعالجة الشعاعية. المعالج الشعاعي دوره ثابت بتقديم خدمة العلاج الشعاعي ضمن هذا الفريق، عندما يقرر طبيب المعالج الشعاعي أن هذا المريض بحاجة إلى علاج شعاعي هون بيجي دور المعالج الشعاعي. الإشراف هو باتخاذ القرار من أصحاب القرار ضمن الفريق، يعني يجب أن يكون في مثل الاجتماعات الدورية لفريق علاج السرطان كل واحد يبدي رأيه، يتم استعراض الحالة واتخاذ القرار، مثلا جراحي يحول إلى الجراحة، كيماوي إلى الكيمياء أو العلاج الكيماوي، أو مثلا شعاعي إلى فقرة العلاج الشعاعي. اللي بدنا نذكره هون ما يقوم به المعالج الشعاعي من تحديد جرعة وتحديد مسقط الأشعة وتوزيع الجرعات وتقديم الجرعة ومتابعة المريض أثناء الجرعة لا يقوم به سوى، بالتالي هو يقوم بدوره، عم يكمل البازل، عم يحط المربع تبعه بمكان صحيح، هو بحاجة لتضافر جهود الفريق كاملا، ولكن ما يقوم به يخصه، لهيك نحن بحاجة إلى تأهيلهم بشكل علمي دقيق وعملي. ما رح ننتظر تيتخرجوا، نحن من السنة الثالثة بدنا نفوتهم على مراكز العلاج الشعاعي تدريب مباشر ضمن هاي المراكز يعني، حتى يشتغلوا فيها بشكل علمي ونوعي. خصوصا انه المرض كتير حساس وكتير يعني موجع، عم يقعد السرطان يعني ضمن أنسجة سليمة بدك تستهدفيه بأشعة تعبر الأجهزة السليمة للوصول إليه، فأدي الموضوع حساس ودقيق. صحيح، وحتى لما نحكي عن العلاج بعلاج السرطان بشكل عام دائما بنعرف ما في علاج شافي، ولكن في هي بتكون كورسات أو رؤى أو حسب تشخيص كل دكتور، مشان هيك بتكون الحساسية أو خطورة هذا الموضوع. بدي بس ركز على نقطة كتير أساسية، دائما للأسف بالجامعات السورية كتير من انه بتكون عم في فجوه بين الطالب يلي تخرج وبين سوق العمل. قديش انتم عن جد حريصين بالتخصص الجديد يلي فاتحينه تكون هاي الفجوه ملغيه، يعني الطالب اللي راح يتخرج من هذا القسم ومؤهل بشكل كامل لدخول سوق العمل. كمان سؤال حلو لأنه يمكن يكون هاجس الطلاب. حقيقة كلية العلوم الصحية بجامعة دمشق برامجة مبنية بطريقة أنه طلابنا من السنة الأولى يفوتوا بالاختصاص، يعني هلأ طلابنا بالسنة الأولى عم يدرسوا مواد بتخدم العلاج الشعاعي، بالفصل الثاني عندهم بيولوجيا الإشعاع، بالسنة الثانية عندهم مبادئ العلاج والتشخيص الشعاعي وحيفوتوا مباشرة، يعني نحن عم ندرسوا الاختصاص. أول شيء في نحن عنا مجموعة مقررات تبني شخصية الطالب الجامعي، نحن ما بيهمني معالج شعاعي فقط ما عنده أي ثقافة عامة، فالمقررات الأساسية اللي أغلب طلابنا ما بيحبوها بالجامعات هي أساسية لبناء ثقافة الطالب، حتى اللغة الإنجليزية العربية الرياضيات الفيزياء، ولكن تخدم اختصاصه. بعدين مندرسه مقررات أساسية طبية هو بحاجته، هو لازم يعرف تشريح، هو لازم يعرف فيزيولوجيا، لازم يعرف النسج البشرية، الورم سرطان كيف بيتشكل، التشريح المرضي حتى يفوت باختصاصه. بعدين عنده كم هائل من المقررات التخصصية اللي إلى جانبين، جانب نظري وجانب عملي تطبيقي، رح يكون عنا عملي بالمخابر ورح يكون عنا بحدود 8 مقررات تدريب سريري، يعني الطالب حيروح على مركز علاج السرطان، رح أول مثلا درس رح يكون ملاحظة، ثاني درس رح يكون وضع خطط، ثالث درس رح يكون تنفيذ خطط تحت الإشراف، تمهيدي يعني حيكون تماما يعني ممارسة كاملة وهي يعني تماما مقررات جامعية عليها 100 درجة. بالتالي لا إن شاء الله لن يكون هناك فجوة، رح يتخرج الطالب هو بالجو يعني جاهز. وتنزيد التأكيد على ردم الفجوة في جهود متضافرة كمان من وزارة الصحة السورية مشكورة، أنه عم تحضر من هلأ لترخيص وتوصيف خريجي كلية العلوم الصحية، فحتى بيتخرج له ترخيص مزاولة مهنة وإله توصيف جاهز أنت مين وين بتشتغل، فإن شاء الله بيتخرج لأماكن العمل ما في انتظار لأنه الحاجة كبيرة. ان شاء الله دكتور نحن بنتمنى لكم كل التوفيق. خلينا بسؤال اخير نحكي عن اهميه هيك خطوه وهذا التخصص اليوم ضمن سوريا.
أهمية التخصص ضمن سوريا هي بأول كلمة حكيتيها الأمل. الأمل اللي نحن هلا بحاجته بكل المجالات الصحية، نحن بحاجة للأمل الأمل أهم شيء بكل يعني. شيء صح. فإذا أخذنا السرطان، إذا أخذنا اللجنة الوطنية للتحكم بالسرطان، جهودها مشكورة برعاية السيدة الأولى أسماء الأسد، جهود مباركة جدا ورعاية كريمة لإعطاء الأمل لشريحة كبيرة، لأنه نحن مثل ما حكيت إذا ما لنا مصابين بالسرطان في عنا عزيز مصاب بالسرطان، وهو مرض يعني تنعطي أمل، جرعة أمل زايدة. هو مو دائما علاجه تلطيفي، قد يكون علاجه شافي. العلاج الشافي أحيانا بعض الأورام المعالجة الشعاعية تكون شافية، مو بس الاستئصال الجراحي طبعا. فهي خطوة نحو الأمام لإنتاج فريق العمل الأكاديمي المؤهل للعمل بمجال دقيق جدا، ورح ينعكس حكما على صحة الفرد والمجتمع إن شاء الله. دكتور أكيد الدعم النفسي كتير مهم بموضوع حكماً. مرضى السرطان، ودائما بيقولوا النفسية متعلقة بالشفاء ومدة العلاج أكيد. يعني أكيد. فنحن بنتمنى لكم كل الخير دكتور. شكراً. وهيك نشوف إنجازاتكم على الأرض. شكرا لإضاءتكم الكريمة. صباح الخير. صباح الخير. شكرا كتير لك دكتور، وأكيد إحنا بانتظار أول دفعة من الخريجين بهذا التخصص، وإن شاء الله تضل هاي الإنجازات اليوم الطبية والدراسية اليوم موجودة. بنضل منأكد على أهمية هاي الخطوة، وإن شاء الله موفقين بعملكم. بدنا نشكرك كثير الدكتور سامر محسن، نائب عميد كلية العلوم الصحية بجامعة دمشق. شكرا إليك، والتوفيق لطلابنا الأعزاء. أهلا وسهلا.